حي الله الجميع. البيوت المطمئنة هي البيوت اللي قام عليها الآباء والأمهات بتربية أبنائهم على الحب والتكاتف والتضحية. يعني الأخ الكبير يعطف على الصغير والصغير يقدر الكبير. لذلك لابد أن تكون بيوتنا قائمة على هذا الحب وعلى هذا التكاتف لكي تكون بيوت مطمئنة، بيوت قائمة على الإيمان وعلى الانسجام بين الإخوان والأخوات.